البداية مع التطورات الأخيرة المتعلقة بمشاورات السويد، حيث أكد مسؤول رئاسي أن الشرعية لن تسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام الثلاث، وذلك بعد أن وصف الانقلابيون الحوثيون بالقديمة في محاولة للتنصل منها. وقال مساعد الرئيس هادي وعضو الفريق الحكومي عبد الله العليمي، قال إن الحكومة دأبت على مد يدها للسلام وعملت بشكل بناء في كل مراحل المشاورات ولن تسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام. وأضاف أن مشاورات السويد فرصة حقيقية للتأسيس لسلام مستدام، وأن الحكومة تعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاحها. وأشار المسؤول في الرئاسة اليمنية إلى أن وفد الحكومة حضر إلى مشاورات السلام برغبة جادة في السلام وإنقاذ اليمنيين من الحرب والدمار الذي فرضته الميليشيا الانقلابية والوصول إلى سلام حقيقي يحقق استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقا للقرار الأممي 22/16 والمرجعيات المتفق عليها. لنواصل متابعتنا لمستجدات مشاورات السويد، ومعنا من هناك الزميل عبد العالم بجاش المحرر الصحفي في قناة يمن شباب. إذن عبد العالم، هل من مستجدات على أرض يعني في ستوكهولم حاليا في السويد؟ هل من جديد؟ نعم، هناك يبدو أن بات لدى الأمم المتحدة تصور كامل لما يريده الوفد الحكومي وما يريده وفد الميليشيا الانقلابية. هذا التصور تحدث عنه عضو وفد الحكومة اليمنية عبد العزيز قباري، وقال أنه بات لدى الطرفين، بات لدى الأمم المتحدة تصور لما يريده الطرفين، وأيضا قال أنه ربما يكون هناك أخبار إيجابية خلال الأيام القادمة. بالنسبة للمواضيع الأخرى، يبدو أنه اليوم حدث اجتماع مشترك، الاجتماع الوحيد ما بين وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ووفد الميليشيا الانقلابية. هذا الاجتماع كان بخصوص الأسرى وكان يهدف إلى تبادل قوائم الأسرى. يبدو أن ميليشيا الحوثيين هي من قدمت قوائم أسراها من عناصرها المسلحة، بينما ليس هناك معلومات حول ما إذا كان الوفد الحكومي قد قدم قوائمه لتبادل الأسرى، لأن الوفد الحكومي يطرح أنه لا يوجد حتى الآن ضمانات بأن هذه الميليشيا الإجرامية سوف تتوقف عن اختطاف المواطنين اليمنيين من النقاط وبالتالي مبادلتهم بمسلحيها الذين يقعون في قبضة قوات الشرعية اليمنية. طيب عبد العالم، كيف كانت أجواء هذا اللقاء الذي جمع بشكل مباشر هذين الوفدين في نقاش ملف الأسرى؟ يبدو أن هذه اللجنة الوحيدة هي المتفق حول استمرار عملها ونجاحه أيضا، وبالتالي الأجواء كانت يبدو فيما يبدو إيجابية إلى حد ما، لأن الاتفاق حول الأسرى تم قبل الوصول إلى السويد، وبالتالي هذا هو المجال الوحيد الذي ربما ينجح إضافة إلى الاتفاق المحدود حول فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية، وهو ما أكده عضو الوفد علي عشال والذي تحدث عن مسألة الاتفاق حول وصول الطائرات من صنعاء إلى عدن ومن ثم إلى مختلف الخطوط مع الدول الأخرى التي تصلها الطائرات اليمنية. نعم، طيب عبد العالم، بالنسبة للأخبار عن اجتماع الدول الخمسة الدائمة العضوية مع وفد الحكومة اليمنية، هل لديك أي معلومات أو تفاصيل ما الذي يمكن أن يناقشوه؟ الاجتماع الذي تم مع سفراء الدول الخمس وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومع والصين، الاجتماع ناقش تقريبا ما طرحته وفد الحكومة الشرعية وهو الملفات الخمسة تعز والحديدة والأسرى، وبالإضافة للملفات الملف الاقتصادي وأيضا مطار صنعاء. يبدو أن المجريات اليوم كان حصل خلالها نوعا ما من حصلت ملابسات محددة لكنها انتهت بعودة الوفد الحكومي. ليس هناك جديد بشكل عام خلال مجريات
اليوم، وإنما يبدو أن قدرة الميليشيا على تنفيذ مخططها في شرعنة انقلابها تتراجع خلال هذه الأيام، لأن الحكومة مدركة لما يجب عمله. الحكومة تضع تعز في الأولوية، تضع الحديدة وتضع الملف الاقتصادي وضرورة تسليم الإيرادات وما إلى ذلك، وأيضا الحكومة مركزة على مسألة أنه ما الذي يجب ضمان أن هذه الميليشيا الإجرامية تتوقف عن اختطاف المواطنين من الطرقات. هذه ميليشيا إرهابية تواصل اختطاف المواطنين من أجل مقايضتهم بإرهابيين حوثيين موجودين بقبضة قوات الشرعية اليمنية. طيب لو سألتك على تصريحات عبد الله العليمي عضو وفد الحكومة في رده على ما صرح به أيضا وفد الحوثيين في هذه المشاورات من أن المرجعيات الثلاثة أصبحت قديمة، هل هناك محاولات من الحوثيين بالتنصل من هذه المرجعيات أو الدعوة إلى عدم اعتمادها في هذه المشاورات؟ ترافقت مع محاولات أممية، وهو ما يشير إلى وجود نوع من التناغم ما بين بعض أطراف المجتمع الدولي الذي يريد شرعنة الانقلاب الإرهابي الإجرامي على شعبنا اليمني. أضف إلى ذلك منذ المؤتمر الأول الذي قامه المبعوث الأممي جريفيث، هو تحدث عن مثل هذه المسألة، تلاها بعده بساعات حديث لهذه الميليشيا عن أن هذه المرجعيات باتت قديمة وعن ضرورة الحاجة إلى ميليشيا، وهو معني بالأساس إلغاء شرعية رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وهو الشخص الوحيد الذي يملك شرعية منذ 2011 وإلى يومنا هذا. تسعى الميليشيا إلى محاولة إلغاء شرعية على انقلابها الإرهابي الإجرامي، لكن وأيضا نوعا ما تصريحات المبعوث الأممي يحاول تدليل هذه الميليشيا ويحاول التماشي معها في نفس السياق، لكن وفد الحكومة الشرعية متيقظ لهذا الأمر، ويجب على الشعب اليمني أن يكون أيضا متيقظ وأن يرفض شرعنة ميليشيا إجرامية إرهابية تريد حكمه بالقوة، وتريد أيضا طرد العنصرية الإرهابية العرقية عليه بالقوة. نعم. وبمساعدة من بعض المجتمع الدولي. إذن الزميل عبد العالم بجاج المحرر الصحفي في قناة يمن شباب، شكرا لك.